بسم الله. في معلومات كثير على هذه المنطقة، لكن صراحة متردد هل أشاركها ما أشاركها، لأني فاتح الصفحة على الجوال، فأقدر الحين أشوف أي شيء أفتح كذا وأتفلسف شوية، بس ما أتوقع أسويها. مكان بيع التذاكر يبعد من هنا يمكن 5 دقائق 10 دقائق، كانوا حاطين رسمة كذا كرتون محطوط يقول لك من هنا الدخول تمشي كذا وكذا وكذا، ورسمين خط أحمر إنه عشان تلف المنطقة هذه كاملة. لأول مرة أنا عارف وين حروح، أمشي على هذا الخط مع إني ماني عارف إيش جوا. إحنا ما دخلنا، كله تحف وكله أثاث وكله ما أدري يسمى فازة، ما أدري صراحة إيش اسمه، خصوصا الأزرق هذا اللي يرسموا عليك، نسيت اسمه والله، نسيت اسمه. المشكلة مشهور، والمنطقة هنا مشهورين بالفخار. أقول ولا ما أقول؟ يقال يعني، والمصدر شاديكيديا، أنه هنا مصدر أو أساس تاريخيا يعني الفخار وهذا الشيء. هذا فخار ولا مو فخار؟ أقولكم معلوماتي صحيحة. ليش هذه معفوطة؟ ما أدري معفوصة، ما أدري إيش اسم الفعل. تاريخيا يقال يعني حسب الروايات إنه هذا الديزاين عشان الدجاجة تدخل وتنام على البيض عشان يفقس. أصلا تاريخ أغلبه كذب، فخلني أنا أكذب الحين على راحتي. أي شيء راح نشوفه حاليا هو يعتبر يعني شيء في ناحية دينية، فما أقدر فهمين أنت صح؟ هذا شجر موز يمكن. مجانين مجانين. ودي أدخل في هذا المحل لكن شكله عبادات. هسألها وينها؟ رحت معبد في ذكين في زي هذا الديزاين، هذا لما هاجروا زمان ما ادري ايش نقلوا هذا الشيء لهنا. لمحت سعر هنا، ايش هذا؟ 800,000؟ مستحيل، اقسم بالله. الفينيشينج بهذا الشيء، شوف كيف حاطينها نحله كمان. فوشان مشهوره برقصه الاسد، فهنا المنبع حقها. قوس ما ادري ديكرومي، يخرب بيت التفاصيل، شيء مو طبيعي الدقة والاحتراف بالأشياء. طبعا الأرقام اللي محطوطة ما كانت الأسعار، معليش الشمس قوية، ما قدرت أخذ راحتي لأن الممر قصير، وأخاف كذا بالشنطة أقشع شيء دية كأني ذابح واحد. في سوق مرة كبير دين، هذا كله حق الفخار. يمكن هي من هنا الدخول؟ لا والله هذا يمكن مطعم ولا مول، ولا أقولكم ليش أنا أقولكم في مول هذا الكبير. تعالوا دخلنا، خدنا برمي سريعة. ونسيت أقولكم معلومة مهمة، هنا في أشياء كثير زي الشاهي زي الرسم. المنطقة هذه إنه المهتم بالثقافة الصينية القديمة راح يحصل كل شيء. هذا كله بسطات بيعوا أشياء كذا نادر. تعال خدنا لفة كذا سريعة، تحط عليها كاس الكافي ب10 كواي الحبة، حلوة رخيصة. نسوي مساج ب10 كواي الحبة. هذه تسوي مساج براس هذا ولا مشكلة؟ هذا أفخم شوية ب25 قطعة. يقول لك لا تلمس لا تصور. الله المق حلو. صح قال ممنوع، حق الشاهي زمان، بريق الشاهي اللي يطبخ فيه الحين حديثا، زمان كان فخار لكن الحين شوف صار قزاز، يمكن فخار ملون يعني. العب العب العب. هنا القاعدة الأساسية حقت الشاي، هذا حرفيا زي اللي يسوي فيه الطاجين المغاربة. هذا ب1000 دولار باين، هو اللي يسوي ابريق الشاي بعدين ينظفه. كل اللي هنا ابريق الشاي هاند ميد ب1500 دولار. تتخيلين السعر؟ يعني في اشياء ب100 دولار 200 دولار. البسطه كامله حقت الكتابه في الصينيه، هذه ادوات كلها موجوده. هذا لو ترسم راس واحد هنا يحطوا حبر ويصيروا يلونوا، يعني حركات. اول مره اشوف الديزاين هذا حق المقات، شوف كساز والله. صحون مدري كاسات اللي يشربوا فيها شاي تقريبا، فهذه تعتبر كاسة احتساء الشاي. لو يشدوا حيلهم شوي صار كاس قهوة، لا فنجان قهوة. المكان مرة طويل كبير، يعني لما ينتهي هذا المستودع اللي هو دورين في بعده في تكملة، لكن يعني انا ما راح اشتري. والصراحة الاشياء غالية غالية جدا. الاشياء الرخيصة هنا بالنسبة لنا مفيدة، يعني كويس الشكل حلو كل شيء، لانه احنا ناخذها شكل، هم ياخذوها اشياء ثانية. لا لا غالي غالي. يعني شيء جميل جميل. اي شيء بالثقافة الصينية راح تحصلها بهذا المكان، اي شيء. اكل، لا خلنا من الاكل، رقص، رسم، اكسسوارات، تحف، حرف فنية من مئات السنين راح تكون موجودة هنا. بسم الله على بركة الله. انا ما ادري وين البوابة الصراحة، وش ذا جاي سوق انا بيوت قديمة وتحف. ابغى البوابه عشان ايش ادخل اشوف؟ اقسم بالله ماني عارف. تعالوا رجعنا من هنا نشوف. يا اخي هذه قاعه فرح، وش ذا؟ مو هنا دام غلط. انا دخلت بيت يزيد الراجع، الى الان ما حصلت الخط الاحمر اللي محطوط بالرسمه اللي المفروض امشي عليه. شوفوا كملت سيده في هذا الطريق وما زال المحلات متشابهه. كيف ادخل من هنا؟ ما حينفع صح؟ حينفع ما حينفع؟ هذا زي اللي قبل شوي. انا هنا ابغى اروح هذه المنطقه، هذا النهر ف
فأنا هنا المفروض أخلي نهر أروح يسار. المنطقة هذه فيها أكثر من 100 محل سيراميك وكذا متمسكين بالديزاين حق المملكة القديمة. الحين قلت هذه معلومة، بالله إيش استفدتوا إذا في 100 محل سيراميك ويستخدموا ديزاين تبع أسرة مينغ؟ إيش استفدتوا؟ ولا شيء، وأنا ما استفدت شيء، فلهذا السبب ما راح أقرأ شيء ثاني. لكن أجيكم كذا أوريكم هذا أبريق الشاي. وش ذا؟ اللب طولها 8 متر. حصلت خريطة أخرى مكتوب في كونفو سكوير، فمكان حق كونفو. خلنا نروح الحين كونفو هذا، ما أدري إيش حلاقي الباندا، يمكن بعدين حنتقل للشيء الآخر. كل سيراميك، كل سيراميك ما شاء الله، البوس الكبير. أنا جاي على شيء آخر، ما جيت على معرض سيراميك وأشياء غالية. تصقع شيء تدفع كل ما تملك. هذا مكان تحف وخردوات قديمة. هذا من العجائز اللي يروح الحراج يشتري الكاسيتات ويجي يجرب على المسجلات حقته. عارف في مكان فيه تذاكر، فالمفروض هذاك اللي يكون توب. جد باين انه قديم جدا، في مباني قديمه وشجر قديم وفي مباني جديده. كبير جدا، 70,000 شارع، كبير 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 كبير. نابر هنا كبيره لانه كان يولع بخور، فهذا الشيء يساعد انه يطلع بخور. هناك في النهايه المدخل حق الشيء اللي رايح، البوابه هنا وباقي يمكن ما ادري 3 ساعات يقفله. دخلت المنطقه هذه كيف كذا مقفله. تفضل شوف المكان، والشجر منتشر على كل المباني، السقف والمباني يمين يسار. فقلت اذا في قهوه ولا شيء ذا، يعني شيء الواحد يجلس راح اجرب. وامشي كذا سبحان الله واحصل هذا محل يبيع شاي صيني، يمكن غالي يمكن رخيص ما ادري. حدخل اخليها تسوي لي شاي. المشكله الشاي الصيني، يلا يلا حجرب. نيها ماي ش شان شو ابو جداني من يوشما، حتعطيني اقتراح جيجا شما باي. وولونغ تورتني الانواع اللي عندها، عندها فوجيان، عندها ابيض، عندها احمر، ما ادري ايش. بعدين ما عرفت ولا شيء، قالت لي واحد اسمه يان تشا. اتوقع الحين راح تفتح لي هذا الباكيت. اوكي شو شاي الحين. اتوقع قاعدة تغسل هذه اللي حتسوي فيه. ترى انا شريب شاي فاعرف الريحة. سبحان الله، 3 شمات كل شمة ريحة مختلفة. شوف الورقة حقتها كيف. اول شيء غسلت هذا الشيء، حلو حلو. الحين غسلت الشاي أول مرة. هذا النوع الشاي لا يغسل على طول، من اول مره تصب الشاي وتشرب على طول. فالحين اللي طلع هذا راح نشرب. الكاسه مره رقيقه رقيقه جدا. نجرب نشوف. خوف يا اخي، قريب من قريب من الشاي الطبيعي. جن خون شابو يان دوي تا ده شيء ايديا يان ايديا بيان. كل ما تشرب اكثر كل ما سوف تدخل بالطعم اكثر. الحين لازم اضل اشرب انا. أرشل الباكيت هذا اللي حطيناه في ال اوكي، هذا الشيء اوكي حطينا فيه الشاي صح؟ نقدر نستخدم هذا الشاي 20 مره، فتخيل 20 مره تصب مويه وتشرب كذا على طول يطلع لك في هذا الشيء. الشاي الطبيعي او الصيني يعني الجنرال خصوصا الشاي الاخضر يستخدمون 3-5 مرات، هذا 20 مره. الله يستر سعده يطلع الفكواي على طول على طول يطلع الشاي كله فخار. كيف السماكه؟ شوف هذا كيف مره رقيق زي الورق. تقول قاعدين نشرب بحق باربي وفلة للالعاب الاطفال زمان. الطعم قاعد يتغير كل شوي ما ادري ليش. صح ما عرفتكم عن المكان، ترى هذه المناطق مشهوره كثير والمحلات يعني في كل مكان في الصين. تدخل كذا يكون في كذا شاي، في يكون بار، بس هذا صراحه مرتب زياده. تقدر تشتري شاي وتقدر يكون عندهم مفتوح تاخذ وهم يسووا لك اياه وتصير تسولف كذا. حتى لو ما تعرف عادي تدبر نفسك زي ما انا قاعد ادبر نفسي. الشاي هذا مفيد للعظام ومفيد للاسنان مفيد للعقل. نقفل المستشفيات ونشرب شاي. في الثقافه الصينيه لما واحد يصب لك شاي، لما تروح شركه صاحب مصنع ويصب لك شاي تسوي له كذا، هو كذا تسوي على الطاوله اصبعين كذا. شكرا، اقسم بالله شكرا على المعلومه. يعني شوف الحين تسوي له سوينا كذا. ثانك يو. يقول لك لا تسوي كذا، يعني خله قريبه كذا الخفيف. ترى اصعب شيء مع الصينيين لما تروح مكان وما تبغى شاي، هي قالت انه سوي كذا كذا الخفيف. تعلموا الدرس.
شبعت شاي، هذه يمكن خامس كاسة صغيرة بس لا تزود. هذه اللي حطت فيها الشاي كأنه مغرفة حقت المكسرات. لو تبغى تشتري هذا تدفع 108، لو ما تبغى تشتري بس انه شربته زي كذا تدفع 58. يلا شرينا الشاي، توكلنا على الله. شريت شاي 50 جرام ب 108 كواي، انه اذا دفعت مثلا حدفع 60 كواي على الخدمه هذه، خلي الخدمه ببلاش واشتري الشاي. والحين اقابل واحد من الشباب اعطيه هديه، وعندهم هذا النوع كمان. اوكي وعندهم هذا هذا ارخص. يا هذا 400 كواي، اغلى واحد. كم هذا؟ والله اغلى شيء عندها رخيص. خلنا اعرفكم على المحل، شوفوا ركن الشاي وهذه الاشياء خلاص عرفتوها. هنا في حوض سمك، او معليش الظل. هنا في جلسة يعني تقدر تجلس هنا كذا، الستايل حق المراكز الشاي او محلات الشاي. انواع الشاي للبيع تقدر تشتري، طبعا رخيص الصراحة، مرة رخيص. هذا الشاي اللي شريته، اذا احد يبغى يجرب هذا الاسم يدور عليه. كل ادوات الشاي هذه تفحط فيها تضغط فيها. هذا الفنجان الورق اللي كنت اشرب فيه ب 120 كواي. والله هذا الصراحة محل الشاي يعتبر كبير ومرتب، يعني في مراكز صغيرة. وقالت لي في دور ثاني، تعال الدور الثاني، تقدر تشتري شاي، تقدر تشرب، تقدر هم يشربوك، تقدر تجرب ببلاش. رائع جدا جدا جدا. تجي تبكي هنا وهذا الفيو حقك عادي صح، ما في شيء. يخرب شكل الجمال. طبعا لازم تفسخ الله يهينك تبكي. حنا نعرف انه انا اعرف كل شيء. هنا يكون في واحد هو الماستر حق الشاهي، فاتوقع انت تقدر تعزم اصدقائك وانت تكون الماستر حق الشاهي، او هم يجوا يسووا لك، ما ادري، يمكن كذا ويمكن كذا. لكن صراحه جميل، مرتب مرتب، في كذا هدوء احسن من مراكز المساج. اشوفها صامله تقول لي اطلع شوف اطلع شوف. بس والله احتسينا الشاهي في المكان التاريخي هذا، دفعنا 108 كواي. يلا عشان المحتوى، ولا انا والله اخري ترى لبتون باكيتات. المهم دخلنا الحين المدينة هذه، 17,000 شارع والمحلات كلها هذه خارج المنطقة ببلاش، لكن تيجي هنا الوضع يصير التذاكر بفلوس. سعر التذكرة عشان ندخل هذا المكان ب 25 كواي. شوف قاعد ادفع المحتوى 25. اعطيني الورقة طيب، شكرا. سيف يا 25 كواي قيمة تذكرة من أجل صناعة المحتوى. الحين أحسسكم إنها 250 دولار. شوف جوي وأجوائي. هذا كافي شوب، هنا بازار كذا، هدايا ما هدايا، أبو ريالين يعني، أبو ريالين لكن في مبنى قديم. هنا البنات يقدروا يجوا يستأجروا لبس صيني، يلبسوا يتصوروا ويرجعوا الملابس. أدخل ولا ما أدخل؟ ما يحتاج أدخل. يلا يلا يلا، والله أنا عارف الحين ليه ما دخلت. في إيجار وفي بيع، وقالت في رجالي. ما سألت صراحة كم إيجار الملابس، لكن قالت تصوير ب 88 كواي. أقولكم أنا جوي وأجوائي، من وين أمشي؟ صح لحظة، خلينا نشوف الصورة اللي كانت محطوطة في البداية ونمشي عليها. شكلي أنا دخلت من بوابة خلفية ولا شيء، فحسحب. محل شاي، ويلكم فيزيتنج. المهم صح، انا نسيت قلت لكم راح نروح الكونفو سكوير. انا لا تاخذوا مني كلام اللي قبل شيء يبيع ملابس ويوريك كيف طريقه نسج الحرير وكذا. شوف هذا مطعم وكافيه. هذا هو، شفتوا الدخله صح؟ انا علي اوريكم الدخله، بس الشاي نفخني الصراحه ماني قادر، بس حلو الجو. واو حرام شربت شاي، بس يلا محتوى. حتى هذه تتنظف، الشجر هذا اللي يحطه احمر، شفت ان الناس يوقفوا يكتبوا اماني وكذا، يوقفوا كذا السلام وما ادري ايش يسووا نها، فما احطنا لاني عارف ايش اسوي. المبخره اللي قالوا شيء مو المنبر، ايش اسمه، المادنه، مو مادنه كذا تبعت الجمر هذا يا طويل العمر. هذا من اوائل المصانع للفخار، مو مصنع يعني، معمل فخار. اوف معلومات طفشت وانا اكذب، استغفر الله. ايش رايكم، يمين يسار؟ الله يجعلكم من اصحاب اليمين. هذا اللي طلعته من فوق معمل الفخار، بس ما ادري ليه خشب. ايوه لانه مستخدم الخشب عشان يجففوه. هذا خشب للاستخدام ولا زينه؟ هذا باين انه في حراره، فتفسير المنطقي ان هناك في الموقد او من تحت وكذا الحراره تمشي. او يعني لو تبوها فلسفه وفلسفه، شايفين هذا؟ هذا اصلا حبسوا فيه تنين زمان، حنطوه، فالحين داخل هنا في تنين. الله اعطيتكم معلومه، هذا قلتوا معلومه، فيلا شيل تنين. الله 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 الله، مبسوط قاعد تصور نفسك، وريني المكان، انا حر. لو تلاحظوا في هذه الرسمه العيون حقت التنين الصراحه مضروبه، ما تدري ايش فيها. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. قاعدين يصوروا
كلام وموقد زمان. لازم هذا تنويه في كل مكان في سكان تقدر تسوي سكان، المعلومات موجودة وفي كلام بالإنجليزي، الشرح بالإنجليزي وفي بالصيني. اللي يبغى يزور أماكن زي كذا راح يلاقي معلومات بكل مكان. ساعة منتظر عصفير الحب يخلص التصوير. المهم في هذه المنطقة مشهور عندهم كذا مدخنة تعود إلى 400 700 800 سنة. حط الرقم اللي يناسبك يعني ما راح نختلف. أسلوب البناء زمان هو السؤال من وين يجيبوا شجر كذا متساوي مضبوط وكل شيء تمام. والله الشمس حامي اليوم. هذه بوابة الدخول اللي ضيعتها، وهذا الأساس اللي يجي فيه فوق المعبد والمنابر هذه حقت النار اللي لها تاريخ يعود اللي يعرف معلومات لنفسه. شوف بس كذا، معقول أنا دفعت 25 كوي عشان كذا؟ أو في حمام قاعدين يأكل حمام، يعني إني في الحرم. كويس إني جربت الشاي، طلعت بمحتوى على الأقل. هذا القروب معاهم مرشد سياحي. انا حاليا هنا، فدخلت انا من الخلف اتوقع ما مشيت على ولا شيء، مكان صغير كنت اتوقع انه اكبر يعني. كان توقعي صح لما شفت التنين المدفون من تحت هنا في الحطب يولع النار، بعدين كذا النار تمشي في هذا التنين المدفون، بعدها تطلع على المدخنة عشان يبخر المعبد او يبخر الشيء يعني في هذا الارجاء. 20 متر صعود. ليش اولع من تا انا لما جوع بقفل الفيديو، لكن هنا فيه يعني نوع من البازار. خلنا ندخل نشوف. 200 كواي 240 كواي، اشتري لك حليب احسن. شوفوا هذا المسرح حق فن الخط الصيني. انا اعطيتكم معلومات صحيحه انه هنا منبع الثقافه الصينيه الاشياء القديمه. وقت بدا يتكلم زي ما تشوفوا هنا المسرح حق عرض الثقافه الصينيه. ريحتينا كذا نص ساعه في هذا المكان الجميل ما شاء الله. الامانه ويتشات اوكي كم 5 كواي دفعت. اوف ما عندي فلوس، لا حول ولا قوه الا بالله، ما عندي فلوس بالويتشات. ايش اسوي؟ اروح افتح حسابي البنكي من علي باي مثلا واحول لنفسي فلوس. ترى هذا الشيء قليل جدا تحصله بالصين يعني. لا والله الصراحه امينين جدا، يمكن لانهم بيخافوا الكاميرات ما ادري. المهم لو كذا رميت على الارض حياكل ولا لا؟ اخذت كل اللي عندهم يجي هنا. الصينيين بياخذوا بيرموا كذا بذر قمحه قمحه. المهم الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله. كو عجبكم، اذا عجبكم ما عجبكم ان شاء الله عجبكم، لا تستعمل في الفيديو، لا تنسوا الفيديو لايك من امام مكان تاريخي، ولايك وشير واشتراك وهذه الامان. المهم ان شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. انا حاليا جوعان ما حكمل مشي، ولسه ترى باقي كبير في اقسام اخرى، لكن وصلت الفكره. سلام. كله من وراك هو بينبش، تقدم عنهم بتشوف ايد اللي علمته ظهرك يتخربش. كله بدي يشوفك توقع، ايش تتوقع لما توقع؟ لا تتوقع مساعده ترفع.